مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من فقه الحياة. يقول المولى تبارك وتعالى في القرآن الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هو حدث عظيم هز الدنيا وما زال حتى يومنا هذا. ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هو النور الذي أضاء الدنيا بأمر ربها تبارك وتعالى. ميلاد النبي هو البشرى للقلوب الحائرة، وهو الفرحة للأرواح بكل أرواح البشر، فهو الرحمة المهداة. حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة وقصة ميلاد النبي العظيمة تدور هذه الحلقة من فقه الحياة، ويسعدنا أن يكون ضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الكلحي من علماء وزارة الأوقاف. برحب بحضرتك فضيلة. مرحبا، أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير. وحضرتك بكل خير وأمة محمد جميعا بخير صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. مشاهدينا، متواصلون معكم في هذه الحلقة بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، لكم التحية مجددا، ولضيفي في هذه الحلقة من فقه الحياة فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الكلحي من علماء وزارة الأوقاف. أجدد لحضرتك التحية فضيلة الدكتور. مرحبا، أهلا بكم، وكل عام والدنيا جميعها بخير إكراما لميلاد الخير عليه صلى الله عليه وسلم. طب فضيلة الشيخ، بداية، ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه العديد من الكرامات التي نود أن تحدثنا عن هذه المعجزات والكرامات التي ارتبطت بميلاد النبي. الحمد لله على بعثة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وبانتسابنا إلى سيدنا محمد. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وسناء، والروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء، والعرش يزهو والحظيرة تزدهي، والمنتهى والسدرة العصماء. يا خير من جاء الوجود تحية، من مرسلين إلى الهدى بك جاء، بك بشر الله السماء فزينت، وطوعت مسكا بك الغبراء. فإذا خطبت فللمنابر هزة، تعر الندية وللقلوب بكاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته، جميع عهدك زمة ووفاء. فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. عرش القيامة أنت تحت لوائه، والحوض أنت حياله السقاء، ورسل دون العرش لم يؤذن لهم، حاشا لغيرك موعد ولقاء. الجمال سيدنا محمد، والكمال سيدنا محمد، والضياء سيدنا محمد. والله ما خلق الإله ولا برى، بين الورى بشرا يرى، كمحمد بين الورى. سيدي يا رسول الله، البدر دونك في عز وفي شرف، والبحر دونك في جود وفي كرم. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أمواتا من العدم. ماذا أقول فيك سيدي يا سيد الرحماء؟ فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. انظري إلى رحمته بأمته صلى الله على حضرته وسلم. ماذا أقول فيك سيدي؟ إن قلت جميلا فإن ربي حقا قد جملك، إن قلت ذو رفعة فإن الله رفع قدرك، وأعلى في العالمين ذكرك سيدي. ولقد مدحتك والأمداح فيك كثيرة، لكن كثير المدح فيك قليل. أوصافنا شتى وحسنك واحد، وكل إلى هذا الجمال يشير. والله يا سيدي يا رسول الله، إنني في فرح عظيم عندما يذكر اسمك على مسامعي. فالجمال والكمال سيدنا محمد. والله يا سيدي يا رسول الله، ماذا أقول في ميلادك؟ ميلاد الأمة، ميلاد الإنسانية. سيدي يا رسول الله، يا صاحب العطاء الذي جاء من السماء، المولى تبارك وتعالى يقول: أنا العاطي وأنت القاسم يا محمد. لذلك
عندما نتحدث عن ميلاد رسول الله نتحدث عنه وكأن الفترة الزمنية التي تفصل بيننا وبين حضرة النبي فترة لا تحسب. إذا تحدثت عن الجد الأكبر للعائلة التي تنتسبين لها حضرتك مثلا لا تتذكرين من الجد العاشر، ولكن عندما نتحدث عن رسول الله كأن ميلاد النبي يفصل بيننا وبينه في الزمن أقول ليلة أو برهة، وبعضنا يطبق عينيه حتى يراه، لا يتذكر بأن هناك 1400 سنة الفارق الزمني للمسافة القريبة للحب الذي أصبح في قلوب المحبين لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فوالله ما خلق الرحمن أجمل ولا أكمل ولا أنور ولا أظهر ولا أعلى ولا أغلى ولا أسمى ولا أسنى ولا أنبل ولا أشرف ولا أعظم ولا أنور من رسول الله سيدنا محمد. الغيم ظل له، الضرع حن له، الظبي اشتكت البلوى فأشكاها وفاض الماء من يده، صلوات ربي وسلامه عليه، وفاض الماء من يده وجاء لنا بنور شق ظلماها، وما مشى حبيبنا على شجر ولا حجر إلا وقال سلام الله يا طه، الله أكبر الله أكبر، نحن الفائزون به ولن يفوز سوى من وحد الله. ماذا أقول فيك يا سيدي يا رسول الله، وأنت الذي أعطيت ما لم يعط الكليم، ووصلت إلى ما لم يصل إليه جبريل، ووصفت بأنك بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رسول الله، يا أبا القاسم، يا سر الأسرار ويا نور الأنوار، وكأن الزمان الذي ننتقل إليه إلى زمان الميلاد، عندما قالت السيدة آمنة رضي الله عنها لم أجد في حمله ثقلا كما ترى النساء، وجدت في حمله خفة، وعندما ولد محمد خرج مني نور أضاء قصور بصرة في بلاد الشام. يا سيدي، يا سر الأسرار، يا أبا القاسم، عندما تحدث عن أنوارك نتحدث عن البدر في أجلى معانيه وفي أجلى صوره، لأن الجمال سيدنا محمد والكمال سيدنا محمد، والله ما أسبى العقول وأفتنى إلا جمال محمدا لما بدا، قمر إذا كشف اللثام رأيته أجمل من البدر المنير وأكمل، شبهته بالبدر قال ظلمتني، يا واصفي بالله ظلما بينا، فقال للذي قد قال هذه الكلمات تفضل عليه حضرة النبي وجاءه إليه في الرؤيا، بما وصفتني؟ قال سيدي يا رسول الله، إن القريحة جادت علي بأنك كبدر الليل بل أنت أنوره، فقال والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا إن البدر ما هو إلا شعاع من نور أنا. ولذلك عندما ذهب الحبيب صلى الله على حضرته إلى المدينة وشوقه إلى المدينة وشوقه إلى مآزل المدينة وشوقه إلى الروضة، يا قبة يا خضرة يلي النبي فيك فيه على السدرة شرفا بمن فيك، دخل الحبيب إلى المدينة وجاء الأنصار، طلع البدر علينا من سنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع، ولبسنا ثوب عز بعد تمزيق الرقاع، وعليك الله صلى ما دعا لله داع. جاء أحد الأعراب وكان في أعالي المدينة ووجد أنوار في المدينة على غير العهد، على سابق غير عهدها، المدينة اكتست حلة من النور والجمال والبهاء، الناس يسلمون على بعضهم البعض لأنهم دخل إلى قلوبهم حب النبي ونور النبي، قال أريد أن أسلم على هذا النبي، ولكن لحظه دخل إلى رسول الله كان قد جاء الليل، ولكن عندما دخل الرجل إلى حضرة النبي في وقت المساء، وكان من عادات العرب إذا دخل الرجل إلى أخيه يقول في وقت المساء نعمت مساء يا أخ العرب، وإذا كان الوقت في الصباح نعمت صباحا يا أخ العرب. فعندما جاء الرجل وكان الوقت بعد العشاء، بعد أن أصبح الليل قد اكتسب به الدنيا، ولكن أنوار سيدنا النبي متلألئة، الرجل دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ أن يقول نعمت مساء، قال نعمت صباحا يا أخ العرب. أنوار سيدنا النبي، الرجل شاف نور،
الشمس طالعة كما قالت أم سلمة إذا نظرت إلى رسول الله كأن الشمس طالعة. وتقول السيدة حليمة السعدية رضي الله عنها: كنا في الليالي المظلمة ليس لنا سراج إلا نور محمد، وجه محمد كان ينير الكون. فدخل الرجل وقال: نعمت صباحا يا أخ العرب، وكأن النبي ينظر إليه. قال: صبحته وقت المساء فقال لي: أجهلت قدري أم تريد مزاحة؟ أنت الوقت اللي في الليل تقول نعمت صباحا؟ صبحته وقت المساء فقال لي: أجهلت قدري أم تريد مزاحة؟ قال: والله ما جهلت قدرك ولا أريد مزاحة، لكن نور وجهك لاح لي فحسبت المساء صباحا. اقتلب الليل إلى نور بنورك يا رسول الله. وعندما نرى إلى وكسرى تسقط منه 14 شرفة، وعندما تغيط بحيرة ساوة، وعندما نرى هكذا الناس ينظرون إلى الذين دخلوا إلى غرفة السيدة آمنة القابلة ومن معها المعاونات والمساعدات، قالوا كأن النجوم تدلت في هذه الليلة، كدنا أن يسقطنا علينا ببركة محمد صلى الله على حضرته. وعندما قالت السيدة آمنة إن محمد صلى الله على حضرته عندما نزل على الأرض نزل ثم رفع سبابته إلى السماء وكأنه يقول: الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه، الوحش كبره، الحوت في بطن البحر ناداه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، الناس يعصونه جهرا فيسترهم، العبد ينسى وربي ليس ينساه. إن الإرهاصات التي جاءت توافق الميلاد تدل على أن قمر الزمان ورسول نبي آخر الزمان قد وصل إلى أرض مكة. يا أرض مكة في الحجاز تكلمي، هات اخبرينا بحديث قيم، هذا محمد جاء الوجود كي تعم الفرحة وكي تعم عادات الإنسانية الراقية. انظري إلى المجتمع كيف كان. وعندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم حتى عندما دخل إلى المدينة الرجل يلاقي أخوه ويسلم عليه ويزور صلاة الأرحام، قال: إن هذا لم يسلم علي إلا بعد أن جاء إلينا محمد. لأنه أرقى عادات الإنسان عندما يجبر خواطر الآخرين، وحبيب وهو جابر الخواطر. وتعلم الصحابة جبران الخواطر من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الأوس والخزرج حرب دروز يوم بعاث يتكلم فيه اليهود حتى تقوم الحرب ولا تقعد، لأن جاء النبي صلى الله عليه وسلم، عندما جاء أصبحت الدنيا جميلة حلوة سهلة بسيطة. المدينة بعد أن كانت يثرب أصبحت المدينة، نفسي تحن إلى مدينة طه فمتى أزور المصطفى وأراها عليه الصلاة والسلام. طب فضيلة الدكتور، السيدة أمينة بنت وهب والدة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، روي أنها جاءها هاتفا يقول: أنك قد حملت بسيد هذه الأمة. حدثنا عن هذا. السيدة آمنة أم النبي، آمنة يا آمنة وضعت أمينة. فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أتعجب لهؤلاء الذين ينظرون إلى السيدة آمنة بأنها واحدة من سائر النساء، حملت فولدت وانتهت القضية أو القصة. هذه أم حضرة النبي. النبي الذين يرجون شفاعة حضرة النبي يحجبون الشفاعة عن أم النبي، هل هذا يعقل؟ والحبيب يقول: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى ورؤيا أمي التي رأت، وهكذا أمهات الأنبياء يرين. أم النبي صلى الله عليه وسلم هوتفت حقا كما جاء في دلائل النبوة للبيهقي: يا أمينة إنك حملت بسيد هذه الأمة، وإذا وضعتميه سميه محمدا. سيدي يا رسول الله، سيدي يا أبا القاسم، يا سر الأسرار، يا عين الجمال، يا من قالت فيك
الذين لا يؤمنون بك، كرجل يسمى مايكل هارت قال العظماء 100 وأعظمهم محمد بن عبد الله، وجاب سيدنا المسيح رقم 2، علما بأن الرجل كان مسيحي الديانة. وبينما يقول هذا الرجل العظماء في التاريخ يعددهم في كتابه 100 عظيم، أعظمهم على رأسهم سيدنا محمد، ويأتي أحد الناس من أمة سيدنا محمد لا تحتفلوا برسول الله، لا تقيموا أعلاما تدل على أنكم تحون سنة الميلاد، هذه بدعة. أنا لا أدري وبما أجيب على هؤلاء وكيف يرد على هؤلاء. يا أخي، العظماء يكرمون في سائر بلدان الدنيا وفي سائر الأمم حتى تعرف الأمة عظيمها الذي كان قائدا لها. وهل هنالك قائد أفضل من سيدنا محمد؟ هل هنالك أعظم من سيدنا محمد؟ هل هنالك أكرم من سيدنا محمد؟ هل هنالك أرحم من سيدنا محمد؟ هل هنالك أعطى البشرية كما أعطى سيدنا محمد؟ الرجل الذي يقول لو كان محمد بيننا الآن لحل مشاكل العالم ريثما يتناول فنجانا من القهوة. سيدي يا رسول الله، يا أبا القاسم، أنا إن تحدثت لم أشغل بغيركم، وإن سكت فشغلي عنكم بكم، وقفت بالذل في أعتاب عزكم، مستشفعا من ذنوبي عندكم بكم، فإن قبلتم فوا سعدي ويا فرحي، وإن أبيتم فمن أرجوه غيركم، لا تتركوني فإني قد عرفت بكم وأصبحت بين الورى أدعى محبكم. سيدنا صلى الله على حضرته حقا لنا أن نفرح به، وكيف لا نفرح؟ وبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. وهل بعد فرح المدينة عندما قالت المدينة كل المدينة طلع البدر علينا من سنيات الوداع، الآن الواجب علينا نقول طلع الحبيب علينا؟ لأنك إذا وصلت إلى الروضة وإذا سلمت على حضرة النبي يرد عليك السلام، فمن الأدب أن نحتفي بميلاده. والدليل كما قال الإمام السيوطي والحافظ العراقي وكذلك الإمام الشافعي عندما قالوا قسموا البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، بالله عليك كيف برجل جمع قوم من الناس وظل يصلي على حضرة النبي ويدخل النار؟ ما كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، في النار. طيب بالله عليك لو قعدنا نصلي وانت على حضرة النبي وكتبنا ميلاد النبي، حقا لنا أن نفرح بميلاده. يأتي من يبدعنا ويكفرنا ويكون مسوانا إلى النار؟ حاشا وكلا، لأن البدعة كما قال علماؤنا بدعة حسنة وبدعة سيئة. البدعة الحسنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة. السنة الحسنة سيدنا أبو بكر عندما أمر بجمع القرآن، لماذا لم يكن ذلك على عهد حضرة النبي؟ إن الذي ابتدع هذا الأمر سيدنا الصديق رضي الله عنه وأرضاه خليفة حضرة النبي. لم يكن القرآن قد جمع في عهد رسول الله صلى الله على حضرته، فابتدع الصديق بأن يجمع القرآن. هذه واحدة. انظري إلى أمير المؤمنين سيدنا عمر، الله الله عليك يا عمر، يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها، رأي الجماعة لا تشقى البلاد به، رغم الخلاف ورأي الفرد يشقيها، إن جاع قوم شاركتم في الجوع أو تنجلي عنهم غواشيها، من يباري أبا حفص وسيرته ومن يماثل للفاروق تشبيها، يوم أن قال الزوج أشتهي الحلوى فقال لها من أين لي سمن الحلوى فأشريها، ما زاد على قوتنا فالمسلمون به أولى، قومي لبيت المال رديها، وراعى صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها، رآه تحت الدوح مشتملا ببردة كاد طول الدهر يبليها، فقال مقولة أصبحت مثلا وظل الجيل بعد الجيل يرويها، حكمت فعدلت فأمنت نم يا عمر قرر عين هانيها. بعد أن ينتقل حضرة النبي إلى الرفيق الأعلى وينتقل صاحبه إلى رحمة الله الصديق، ثم يأتي الفاروق
ويأتي إلى صلاة التراويح التي كانت تصلى فرادا وفي البيوت، قال لا، تصلى في المسجد. من الذي جمع الناس على صلاة التراويح؟ جمع سيدنا عمر. من ابتدع هذا الأمر؟ سيدنا عمر. يبقى إذن ابتدع الصديق جمع القرآن، ولولا هذا الابتداع من الصديق لضاع القرآن في صدور الناس، لأن الصحابة كادوا أن يقتلون في الغزوات، ولكن ظل يجمع القرآن كما قال حديث ميمون ابن مهران: ظللنا نجمع القرآن من زعيف الجريد النخيل مكتوب عليه بعض الآيات وبعض العظام وبعض الرقائق وبعض الألواح، وفي صدور الرجال. جاء أبي بن كعب بأمر من سيدنا الصديق يجمع الصحابة، أكابر الصحابة العبادلة، وظلوا يتحدثون على جمع القرآن كيف ولم يكن ذلك على عهد رسول الله، حتى شرح الصدر لفكرة الصديق وجمع القرآن. أليست هذه بدعة؟ إذن هذه بدعة حسنة. وعندما ننظر إلى صلاة التراويح التي تمتلئ بها مساجد الأمة من الحرمين إلى القدس إلى كل مناحي الحياة، في كل المساجد نصلي التراويح، صح ولا؟ ونحرص على صلاة التراويح جماعة. لم تكن على عهد رسول الله. من الذي ابتدعها؟ سيدنا عمر. انظري إلى سيدنا عثمان، كان الأذان واحد، جاء عثمان وجد الناس وكأن الناس المدينة أصبحت مزدحمة، شوارع المدينة قد تعددت ومصالح الناس قد اختلفت، فالأذان الواحد قد لا يستمع إليه الناس. ابتدع على أن يكون الأذان الأول ثم الأذان الثاني. من هذا الذي صنع ذلك؟ سيدنا ذو النورين عثمان. إذن هذه بدعة. فلماذا تقولون وتقبلون بهذه الأشياء المبتدعة وتبدعون ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظري إلى الكرار علي رضي الله عنه، فارس الأمة، يا خمسة يكفى بها شر الأمور الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابنيهما وفاطمة زوج الزهراء. هذا علي الذي تزوج بريحانة حضرة النبي، هي بنت من؟ هي أم من؟ هي زوج من؟ من ذا يضاهي في الفخار أباها؟ أما أبوها هو أكرم مرسل، جبريل على التوحيد قد رباها، وعلي زوج لا تسأل عنه سوى سيفا غدا بيمينه تياها، يد ترتل بها آيات الله ويد تدور على الشعير رحاها. عندما اتسعت الفتوحات ودخل الأعاجم والعجم في الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا، العربي بالسليقة والفطرة يعرف الفاعل مرفوع، نعم، ويعرف أن الحال منصوب، ولكن هؤلاء العاجم لا يعرفون. فأمر الكرار علي رضي الله عنهم أن ينقط القرآن، ينقط بمعنى توضع هنالك فصلة، علامة وقف، وقف جائز، وقف غير جائز، الضمة، الكسرة، الفتحة، الإضغام، هكذا. من ابتدع هذا الأمر؟ سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. لماذا تأخذون بهذه جميعها وعندما نحتفي بسيد الأمة وأمير الأنبياء وسيد المرسلين تقولون بأنها بدعة؟ يا سيدي، يا رسول الله، يا أبا القاسم، نفرح بك وحقا لنا أن نفرح، وكيف لا؟ وإن لم نفرح برسول الله، وإن لم نحتفي برسول الله، نحتفي بمن؟ نفرح بمن؟ هو شفيعنا وهو قائدنا وزعيمنا صلى الله على حضرته، الذي أعطي ما لم يعط الكليم، وصل إلى ما لم يصل إليه جبريل، ووصف بأنه بالمؤمنين رؤوف الرحيم. طب فضيلة الدكتور، يعني إذا كان الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم وبميلاده أمر محمود، هل هناك بعض الشبهات التي تعتري هذا الاحتفال؟ يعني هل هناك صور للابتداع غير المقبولة في الاحتفال بميلاد النبي وأخرى مقبولة؟ يا سيدتي، دائما علماء الأمة يقولون خير الأمور الوسط، إن التطرف شطط. بمعنى لو ذهبنا إلى الحجيج وإلى عرفات تجدين أناسا لا يعرفون المناسك، وبعضهم قد يجهل ما هو الحج، بعضهم يذهب إلى الفندق وقد تفوته ساعات عرفات.
هل هذا الذي صنع هذا الصنيع من أجله تلغى عرفات؟ إذا تشاكس الناس وإذا تهاوش الناس وإذا اختلف الناس وإذا صنعوا صنيع لا يتفق مع الحج، هل هذا يؤثر في مناسك الحج؟ البتة لا، طبعا قطعا لا. ولذلك عندما يأتي أحد الناس ويحتفي على طريقته ويجتمع بنساء ورجال وأشياء قد تختلف مع عقول الناس، يراها الناس بأن هذا أمر لا يجوز والعقل يقول لا يجوز، هذا الرجل يعتبر احتفاؤه هو مسؤول عن فعله. نعم. وعن أشياء قد ابتدعها. ولكن إذا جلسنا نصلي على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا جلسنا نتحدث على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ونعلم الأولاد سير النبي ونعلم الأولاد شيئا من شمائل النبي ونعلم الإسلام والأمة، لأن من هو الذي يعرف الغزوات جميعها؟ بعضنا يتوه عن غزوة اليرموك في أي عام كانت، بعضنا ينسى أحد متى كانت، من هم شهداء أحد؟ من هم شهداء بدر؟ نجلس كما كان سيدنا حسان يجلس في المسجد ويتحدث في حضرة النبي ويقول شعرا ويقول كلاما يدل على الصفات المحمدية. فلما جاء سيدنا عمر وقال يا حسان أو ما آن لك أن تكف عن الشعر في المسجد؟ فقال والله إنني تحدثت بذاك الشعر وسيدك وسيد الدنيا في المسجد عليه الصلاة. وعندما دخل رسول الله وقال لا تقوم كما تقوم الأعاجم يعظمون ملوكهم أو بعضهم بعض، قلت والله أنا لا أستطيع أن أجلس ورسول الله واقف أمامي أو قائم بين يدي. فقالوا كيف وهذا أمر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يا حسان؟ فقال الذي روى الواقعة، عندما دخل حضرة النبي وأشار إلى الصحابة بالجلوس عندما هموا بالقيام وكأنه يقول اجلسوا، فوقف حسان يقول قيامي للعزيز علي فرض وترك الفرض ما هو مستقيم، عجبت لمن له عقل وفهم يرى هذا الجمال ولا يقوم. فتبسم رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن إذا مدح المادحون في حضرة النبي الله تبارك وتعالى أثنى على حبيبه يا نبي من قبل بعثة آدم والكون لم يفتح له إغلاقه، أيروم مخلوق ثناء عليك بعد أن أثنى على أخلاقك الخلاق وإنك لعلى خلق عظيم. فالحبيب صلى الله على حضرته، وإن قلنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى الكلام حتى وصلنا إلى أننا لا نستطيع أن نتحدث، لن نستطيع أن نحيط زرعا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو القائل أريحوا أنفسكم لم يعرف قدري إلا ربي. سيدنا علي كان يجلس في المسجد ويتحدث في شمائل حضرة النبي، لم يأتي أحد الناس من الصحابة يقول هذه بدعة يا علي كيف تحدث عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء رجل وقال يا إمام أوصف لي حضرة النبي، قال أتريد مني أن أصف لك حضرة النبي على الإجمال أم على التفصيل؟ قال على الإجمال الرسول على قدر مرسله. شوف مين أرسله بقى، الذي أرسله هو الذي يعلم حقيقته، ولكن على التفصيل هذا مستحيل. أنا أكلمك على حضرة النبي، ده السيدة عائشة يقولها يا بنت الصديق وصفينا حضرة النبي، كلمينا عن جمال سيدنا النبي، تقول حضرة النبي منذ أن بنى بي لم أراه إلا مرة واحدة على حقيقته، كيف شاهدتنيه يا بنت الصديق؟ قال رأيت نوره يتصل من السماء إلى الأرض. وتقول كنت أخذ صوب لحضرة النبي على سراج فانطفأ، فلما سقطت الإبرة لم أستضيها حتى دخل إلى غرفتي رسول الله فالتقطت الإبرة من نور وجه رسول الله. لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. سيدي يا سر الأسرار ويا نور الأنوار يا أبا القاسم، في ميلادك لابد أن نحيا بسنتك. الذين يبدعون الاحتفال يأخذون بعض اللقطات من بعض الناس البسطاء وانظروا هؤلاء الذين يحتفلون. طب ولذلك طب انظروا إلى العلماء عندما يجلسون ويصلون على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويقرؤون دلائل الخيرات، انظري
الإمام الجزولي سبب تأليف دلائل الخيرات قصة في غاية العجب. الرجل ذهب إلى البادية قبل أن يؤلف كتاب دلائل الخيرات في الصلاة على خير البريات صلى الله على حضرته، فأراد أن يتوضأ، فلم يجد وضوءا فذهب إلى فتاة ترعى: يا بنيتي أين الوضوء؟ حان وقت العصر. قالت: في البير، البئر بها الماء. ذهب إزب البئر صحيح بعيد الماء في قعر البئر. يا بنيتي كيف أنزع هذا الماء؟ ليس معي شيء من الدلاء أنزله حتى أنزع به ماء. فقالت: من أنت يا رجل؟ قال: أنا الجزولي. أنت الجزولي الذي عم صيتك الأرجاء، أنت رجل الصالح؟ قال: نعم. قالت: تعال يا عم. ثم قيل وقفت على البير وقالت: اللهم صل على سيدنا محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء، وبارك على سيدنا محمد حتى لا يبقى من البركة شيء. قال الجزولي: ببركة رسول الله ارتفع الماء حتى توضعت. فلما توضأ قال: يا بنيتي ده انت لك سر غريب، ايه قصتك انت؟ قالت: والله يا عم ان امي ماتت منذ عام، ولكن علمتني اذا اردت ان اقضي شيء من المولى تبارك وتعالى او من احد الناس اصلي على سيد الناس يقضى امري. فلما صلينا على رسول الله بقصد ارتفاع الماء ربى الماء حتى توضأت يا عم. قال: بإذن الله من الآن سأجتهد أن أكتب كتاب أصلي فيه على رسول الله وألف دلائل الخيرات. الذين يبدعون أقول لهم: هل تستطيعون أن تبدعون الذين يضعون صورهم على ريال أو على دينار؟ تقول هذه بدعة؟ لا يستطيعون. ولكن عندما يتطاولون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول: إن الأحباب لكم بالمرصاد، لأن حياتنا سيدنا محمد، وغرامنا سيدنا محمد، وعشقنا سيدنا محمد. إذا ذكر الحبيب ونحن جمع ترى كل له شأن عراه، منا من يموت على وضوء، ومنا من يموت على هواه، على هوى سيدنا النبي، ومنا من تراه بغير ألم ولكن شوق المحبة قد سلاه. كم لامنا يوما عزولا، كم لامنا يوما جهولا، ولما ذاق ما ذقنا اشتهاه. هؤلاء لو أحبوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتهجمون ويتطاولون على الذات الشريفة المحمدية صلى الله عليه الصلاة والسلام. طب فضيلة الدكتور، السؤال يأخذنا إلى أن ميلاد النبي جاء في جزيرة العرب التي كان يكثر بها عبادة الأصنام والأوثان، كيف لم يتلوث النبي وحماه الله تبارك وتعالى من هذه العبادة وهذا الطقس الذي كان سائدا في قومه؟ هذا سؤال وجيه. إذا أردنا أن نعد قائدا لابد أن نربيه تربية خاصة، ونحن البشر نذهب إلى من يعلمه فن الإتيكيت في الكلام، فن العلوم في الشريعة، فن المقابلات، فن المعاملات، فن القتال، فن تعامله مع الرجال حتى يكون في المستقبل قائد. ولكن إذا أراد المولى تبارك وتعالى أن يصنع نبيا، وكذلك انظري ولتصنع على عيني، الحبيب صلى الله على حضرته منذ ميلاده وقبل ميلاده، لأن الأرض والسماء تطاولت كل منهما على صاحبتها. قالت السماء: أنا أفضل منك أيتها الأرض، على عرش، على ظهري العرش والكرسي واللوح والقلم والملائكة. سكتت الأرض ردح من الزمان حتى ولد سيدنا محمد. فقالت الأرض تطاول العلياء: الآن أنا أفضل منك أيتها السماء، اليوم ولد على ظهري محمد صلى الله على حضرته من كانت الأرض والسماوات من أجله، كما جاء في مسند الإمام أحمد: لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك يا محمد. فسيدنا صلى الله على حضرته كانت له ولادة خاصة،
وكانت له تنشئة خاصة. وانظري إلى ما قاله أصحاب التأريخ، قالوا عندما اختلفوا في وضع الحجر الأسود، كل قبيلة تريد أن تحظى بهذا الشرف، طي، هزيل، قريش، تهامة، أي قبيلة كانت تتمنى أن تحظى بأنها تأخذ الحجر من مكانه بعد أن شيد بنيان الكعبة ويضعوه في الركن اليماني. ولكن كادوا أن يقتتلونا حتى قال حكماؤهم: علام القتال نحكم بيننا أول داخل علينا. وكانت المفاجأة بأن الطريق تحمل النور المحمدي، فقالوا: من قادم علينا؟ فقال: محمد. قالوا: الصادق الأمين ارتضيناه حكما. قبل البعثة، قبل أن ينبأ رسول الله بالنبوة، لقب الأمين ولقب الصادق، لأن الناس يريدون منك أن تكوني صالحة ولا يريدون أن تكوني مصلحة. أنت صالحة وطيبة وكويسة مع نفسك، إنما مصلحة تريدين تقومين الإعوجاج ينصبونك العداء. الحكيم قال: علام القتال نحكم بيننا، أول من يدخل علينا من هذه الطريق نرتضيه. فكانت المفاجأة بأن الطريق تحمل النور المحمدي. قالوا: مفاجأة، محمد صلى الله على حضرته، الصادق الأمين ارتضيناه حكما. فما كان منه، انظر إلى رجاحة عقله صلى الله على حضرته، الذي زكى عقله وفؤاده ولسانه لا ينطق عن الهوى، خلع عباءته وثم استلم الحجر بيديه الكريمة الشريفة ووضع الحجر في العباءة وقال: كل قبيلة تمسك بطرف من هذه العباءة. وبذلك الحرب وضعت أوزارها وحلت المعضلة، ثم يحملون في عباءة رسول الله صلى الله على حضرته إلى رسول الله، ويستلم بيده الشريف الحجر ويضعه في مكانه الموضوع الآن. نعم. إن الله تبارك وتعالى قال: والله يعصمك من الناس. ما جرب عليه شيء من عادات الجاهلية، وما فعل صلى الله على حضرته شيئا مما كان يصنعونه في الجاهلية، ما سجد لصنم وما جلس إلى له، وإنما كان دائما يخلو إلى العبادة ويخلو إلى التبتل ويخلو إلى الذكر، حتى جاءه جبريل نزل الأمين به وضم محمدا وراحت ترجف الأعضاء: اقرأ وربك أكرم، الصخر سبح باسمه، والماء ذهبت خديجة لابن نوفل تقص الذي حدث، محمد تنتابه الإعياء، فقال: يا خديجة أبشري، هذا الناموس قد أتى لمحمد وبكفه الإهداء. ولتصنع على عيني الحبيب صلى الله عليه وسلم بكيفيته الخاصة ولكينونة النبي المتميزة المتفردة. محمد بشر ولكن ليس كسائر البشر، محمد قمر في نوره، قمر في مشيه، ملك في أخلاقه، طهر يمشي على الأرض عليه الصلاة والسلام. طب فضيلة الدكتور، مكانة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة بين قومه، كيف كانت هذه المكانة؟ كانت له المكانة الخاصة في دار الندوة عندما كانوا يجلسون، وفي حلف الفضول الذي قال: لو دعيت إليه لأجبت صلى الله على حضرته، كان عبد المطلب يفسح المكان لسيدنا محمد ويقول: ها هنا يا محمد، لرجاحة العقل ولما يراه فيه من اتزان في الشخصية. ولذلك عندما ذهب أبو طالب يخطب له السيدة خديجة، فقال: إن محمد صلى الله على حضرته لا يعدل بواحد من فتيان قريش ولا من فتيان الدنيا. ولذلك حتى عندما عرض عليه الإسلام قال: والله ولقد علمت بأن دين محمدا من خير أديان البرية دينا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوست في التراب دفينا. يقول لك أبو طالب في النار، وانت يمكن ما صليتش العصر، أبو طالب في النار وانت يمكن عاقل والديك، أبو طالب
الذي لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أصاب بشيء إلا بعد وفاة أبو طالب. بعد أن مات أبو طالب حدث مع الرسول بأن العرب رمته عن قوس واحد، ثم ذهب إلى الطائف وحدث معه ما حدث، ثم شكى إلى ربه: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. عندما جاءت سورة النحل تبين الحالة النفسية لرسول الله: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ثم تبدأ سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. آنست نارك فالتمس لعواطفي، قبس يضيء القلب يا سيناء، تربت يميني إن حرمتك شافعا، ومنعت حوضك أيها السقاء. يا أيها المكتوب في أعماقنا، أنت الكتاب وكلنا قراء. يا أم معبد ليت قلبي خيمة، تدوسها بأقدامها النزلاء. وإذا قريش لم تسعك بيوتها، الشعب قلبي والفدى الأحشاء. الجمال سيدنا محمد والكمال سيدنا محمد. ومن هذا المكان أقول: افرحوا برسول الله، واحتفوا برسول الله، وعلموا الصبيان والفتيات الشمائل المحمدية: الغزوات، الجهاد، الحب، التواضع، السلام، العفو، الرحمة، المعاملات الإنسانية، فن الزوج عند سيدنا النبي، الإتيكيت عند سيدنا النبي، الجمال عند سيدنا النبي، لأنه صلى الله عليه وسلم هو مجمع الكمالات ومجمع الأشياء التي تدل على الرقي الإنساني والسمو الروحي. فإذا أردت الجمال فاذهبي إلى المدينة، وإذا أردت الجلال فاذهبي إلى مكة. نفسي تحن إلى مدينة طه، فمتى أزور المصطفى وأراها؟ وإذا وقفت مسلمة على حضرة النبي، اعلمي تماما بأنه يسلم عليك، لأنه قال فيما رواه مسلم: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. تواترت الأدلة والنقول، فلا يحصي المصنف ما يقول بأن المصطفى حي حري هلال لا يدنسه الأفول، وأن الجسم منه بقاع لحد كورد لا يعتريه الذبول، ويغسل للصلاة بماء غيب كذا إذا ورد الدليل، وتأتيه الملائك كل ساع تسلم عليه فتسمع ما يقول، ومن لم يعتقد هذا بطاها يقينا فهو زنديق جهول. عليه الصلاة والسلام. أنا بشكر حضرتك في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الكلحي من علماء وزارة الأوقاف، شكرا جزيلا وكل عام وحضرتك. أنا أشكرك علما بأن الوقت مضى سريعا، وأقول: مولاي أذب عني حجبي، وبنور هواك أذب مهجي، بأسماك الحسنى وبما أنزلت من الكتب، بنبيك أحمد، بحبيبك أحمد، من أنقذت به الأكوان من الهرج، بصحابته، بقرابته، وبمن حلوا فوق الدرج، يا رب بهم وبآلهم عجل بالخير وبالفرج. آمين يا رب العالمين. أشكركم أيضا مشاهدينا على حسن المتابعة، وحتى لقاء قادم وحلقة جديدة من فقه الحياة، أترككم في رعاية الله وأمنه.